أهلا بيكم يا برج العذراء في توقعات شهر إبريل. هنعمل مع بعض إن شاء الله توقعات عامة هتشمل العاطفة للمرتبطين المنفصلين العزاب، كمان هنشوف أحوال العمل والأحوال الصحية. أتمنى إن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، كمان بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم كلكم. بتمنى لكم طبعا قراءة إيجابية وتوضح لكم حاجات كتير إن شاء الله. فخلينا نبدأ مع بعض ونشوف. بسم الله. اوكي، طبعا عذرا لو كنت اتأخرت عليكم شوية في القراءة، لأن القراءات بقت بتنزل حسب أكثر النسب مشاهدة، وانتوا للأسف كنتم من أقل النسب هذا الشهر، فالمشكلة من عندكم بقى مش من عندي يا برج العذراء يعني. فخلينا نشوف. بسم الله، أكيد خير يعني. طاقتك السترينث يعني، طب انت في طاقة كويسة، انت مهتم بنفسك، مهتم بنجاحاتك وامورك العملية اكتر شيء. اكيد تعرضت لألم او أذى نفسي في الوضع العاطفي، شايفك مش مبسوط او في نوع من انواع الخذلان مثلا انت ممكن تكون مريت بيه، ف يعني زي اللي انسحبت بكرامتك كده وقررت ان انت تحافظ على نفسك وان انت تكون قوي وتثبت لنفسك قبل ما تثبت للشخص التاني ان انت قوي. ممكن تكون طول الليل بتبكي، بتعيط، بتتألم، لكن بتخرج قصاد الناس كلها بكامل قوتك وبكامل بهجتك وفرحتك، وما يبانش عليك خالص ان انت حزين ولا ان انت بتتألم يعني. يعني اللي انت بتظهره للناس حاجة وانت من جوه بتغلي حاجة تانية. فانت بتحاول تتوازن قدر الامكان. ممكن تكون بتوري للناس حاجة وانت من جواك حاجة، لكن انت بتحاول من جواك تكون نفس الشخص اللي انت بتظهره للناس يعني على قد ما بتقدر. كنت مع شخص يمكن ما كانش بيقدرك، يمكن كان شخص نرجسي، كان شخص متعدد العلاقات، دايما كان بيحط حواجز في العلاقة دي وانت مش فاهم هو ليه بيبعد عنك. احتمال البعض منكم يكون ده شخص متزوج، وانت عارف يعني ده بنسبة كبيرة هو شخص متزوج، بس انا بشوف ان انت تألمت كتير بسبب الشخص ده وبتحاول ان انت تخرج من هذا الألم. فخلينا نشوف ايه الحكاية بالظبط يعني. بعتذر طبعا على صوت الازعاج اللي بره، معرفش انتوا سامعينه ولا لا، في اصلاحات في الطريق. خلينا نشوف. ده انت شكلك يعني بتقلق بالليل كتير، بتفكر كتير، ما بتنامش بالليل. ده انت على اخرك الصراحة يعني، وجواك صراع اكلمه ما اكلموش، ده بيوحشني بس لا انا ما ينفعش ان انا اكلمه. كان في حاجات جميلة بس افعاله بتقول ان انا مهما كان في اشياء جميلة ما بيننا، بس اللي هو عمله ده ما يغفرلوش أفعاله الجميلة يعني، أو أفعاله الجميلة دي ما تغفرلوش الأذى اللي هو تسبب لي فيه. ده تفكيرك يعني، وبتقول لأ أنا عايز فرصة تانية وكل حاجة، بس أنا مش هاخد أي خطوة، أنا هقعد على جنب، هشتغل على نفسي وهراقبه من بعيد كده وأشوف يعني اللي فيه الخير يعمله ربنا، لو في نصيب نبقى نرجع لبعض، انا مش هاخد اي خطوة تجاهه. انا صحيح بتألم، انا صحيح منتظره، لكن انا مش هعمل حاجة في العلاقة دي، انا عملت اللي عليا وزيادة ومش هعمل اي شيء تاني يعني. ده تفكيرك انت. طيب هو بقى نفس الحاجة يعني، هو برضو مختفي، حاطط حواجز، هو شخص بعيد على فكرة بنسبة كبيرة. ده شخص متزوج سواء انت كنت عارف او لا، ده مش متعدد العلاقات او في طرف تالت، لا ده زواج رسمي وعنده بيت وعنده أسرة يعني، سواء انت كنت عارف او لا ده بنسبة كبيرة. حتى لو مش متزوج ممكن تبقى أسرته مثلا وهو اللي بيصرف عليهم او هو اللي بيتحمل مسؤوليتهم، فده شخص مش حمل زواج خالص دلوقتي، سواء كان مصارحك بحاجة زي دي أو لا، الشخص ده عنده مسؤوليات كتيرة ولهذا السبب هو بيحط حواجز ما بينكم في العلاقة.
ده مش معناه ان هو ما بيحبكش، بس المسؤوليات اللي عنده اكبر من حبه ليك. فبشوف ان في عوائق تخص المسؤولية، هو مسؤول عن حد خصوصا ماديا كمان، وده السبب اللي بيخليه ان هو يمتنع عنك او ان هو يختفي عنك او انه يحط حواجز في هذه العلاقة. مش قصة ان هو متعدد العلاقات بالظبط يعني. الشخص ده بيحبك جدا، منجذب ليك جسديا، هو كمان متعلق بيك، بس هو عنده مسؤوليات اكبر من كل هذا الحب ومن كل هذا الانجذاب. ده بيعشقك، ده شوف، ده انت طالع لك The Lovers مرتين يعني، ده بيعشقك وبيموت فيك كمان يعني. بس هو آسف ان هو بعد عنك لظروف اقوى منه يعني، دي الفكرة. طب العلاقة هتمشي ما بينكم ازاي خلال الشهر؟ خلينا نشوف. هيكون ان شاء الله في فرصة ما بينكم للحديث يعني، في حاجة هتحصل، في شيء هيحصل، هتتقابلوا، هتتكلموا، انتوا الاتنين مفتقدين بعض جدا يعني. فبشوف انه هيكون في فرصة، مش هقول بالظبط لعودة العلاقة، ولكن لعودة الحديث ما بينكم يعني. لو كنتوا ما بتتكلموش مثلا، هتتكلموا وهيرجع التواصل ما بينكم مرة تانية، هتقربوا من بعض مسافة أقرب. مش معناها إن العلاقة هتعود بقى وهتنسجم وهتبقى الدنيا لذيذة، لا، موعدكش بحاجة زي دي، بس على الأقل هيكون في تواصل، هيكون في حديث، هتطلع خطوة قدام يعني. ده بصراحة اللي ظاهر هنا. طيب خلينا نشوف المنفصلين، هيكون في عودة. لا لا، مش هيكون في عودة، ممكن آخر الشهر، وده اللي في طلاق بس يعني، وآخر الشهر كمان مش دلوقتي. في كمان على فكرة طاقة سحر تفرقة، فحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها، خصوصا اللي كانوا في طلاق يعني. ممكن تكونوا انتوا انفصلتوا بسحر تفريق، فخدوا بالكم من الموضوع ده، لان ده هيعطل للرجوع يعني. انا شايف ان انتوا عاوزين ترجعوا، في فرصة للرجوع، لكن طاقة السحر دي معطلة هذا الرجوع، فحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها. طيب العزاب او الناس اللي منتظرة شخص جديد من القادم في الطريق، برضو القادم في الطريق هو شخص من الماضي، كان في ما بينكم طاقة عند، انتوا الاتنين مفتقدين بعض جدا، هيرجع لك نادم بعرض جميل قوي، وهيقول لك قد ايه هو كان حزين في البعد عنك. ممكن يكون الشخص ده ابراج مائية، سرطان عقرب، بحوت، بصراحة مش واضح لي اي ابراج او طاقات تانية، طاقة مائية باكتساح وطالع 3 ابراج صريحين يعني. خليني برضو اقول لكم باقي الابراج اللي ظهرت في القراءة، في برج الجوزاء، برج الدلو، الميزان، السرطان، الجدي، الجوزاء كتير قوي، عذراء زيكم، قوس، قوس وحوت ودلو تاني، وطبعا برج الاسد يعني. طيب ننتقل بقى لاحوال العمل والاموال. بشوف ان في كنتم مظلومين في شيء في العمل، او في بعض الخلاف في العمل اللي هتتناقشوا فيه وهتربحوا هذا النقاش، او انتوا اللي هتربحوا في هذا الخلاف، في شيء كان بيؤرقكم من زمان، يمكن بتفكروا ان انتوا تسيبوا عمل، او سبتوا عمل عن طريق الظلم، اتظلمتوا، او في حاجة كنتم مظلومين فيها في العمل بتاعكم، الحقيقة هتتكشف خلال الشهر ده، وهتاخدوا حقوقكم كاملة بعد فترة. يمكن كان عندكم قضايا كمان في العمل، هتكسبوها ان شاء الله، واكيد بنسبة 100%. بشوفكم منتظرين مبلغ مالي هتحصلوا عليه ان شاء الله، ولكن في نهاية الشهر اكثر شيء
في ربح على أمر ما أو قضية معينة انتوا شغالين عليها علشان تثبتوا عكس حاجة في العمل بتاعكم، وبتشتغلوا على الموضوع ده بكل قوة، فبشوف في طاقة حلوة في العمل بتاعكم، في ظلم تعرضتوله هتنتصروا فيه، في حقوق متعطلة هتحصلوا عليها. يعني بالظبط الحظ معاكم، وللبعض منكم ممكن يكون عندكم عودة لعمل سابق كنتوا سبتوه في الماضي. أما بالنسبة لأحوالكم الصحية فهي في أحسن حالاتها ما شاء الله، يعني صحتكم الجسدية كويسة جدا. احترسوا بس من نزلات البرد، اشربوا سوائل بكميات كافية، حاولوا ان انتوا تتعرضوا للشمس بعض الوقت علشان تاخدوا فيتامين دي مش اكتر يعني، لكن اموركم الصحية كويسة جدا. نصيحتكم ان انتوا ما تتنازلوش عن حقوقكم ابدا، سواء كانت العاطفية او العملية. حاولوا دايما برضو ان انتوا ما تقولوش كل جواكم، مش ان انتوا تكونوا غامضين، ولكن في بعض الحاجات اللي المفروض ما تتقالش. يعني مثلا لو كان في عودة ما تقولش للشخص ده قد ايه انت كنت بتتألم في غيابه، ما تحاولش ان انت توضح له حاجة زي دي، خليك دايما متحفظ، فكر في الكلام قبل ما تقوله، خصوصا برج العذراء اللي في قلبه على لسانه يعني، فممكن يعني خليك متحفظ نوعا ما، لأن ممكن عفويتك من غير ما تقصد تخلي أشخاص يزعلوا منك يعني، أو تكون هي السبب في إن أنت بتخسر علاقاتك مثلا، فمحتاج إن أنت تكون متحفظ شوية خلال الشهر ده يعني. خليني طيب أخد لكم كارت للنصيحة من الملايكة. إحنا طلع معانا تاني برج الحمل على فكرة، لو ما كانش طلع يعني. اوكي بيقول لك جمع معلومات زيادة في بعض الحاجات اللي انت مش عارفها، فاقعد على جنب، فكر شوية، اشتغل على القضايا اللي تخص العمل بتاعك، ما تقلقش بخصوص الموضوع العاطفي، انت بس محتاج بعض من الوقت تبعد فيه، تعمل مديتيشن، توازن طاقتك، تجمع معلومات زيادة. للي منكم عندكم طاقة سحر، حاول ان انت تشتغل على موضوع السحر ده، تتوازن شوية، كل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله، لكن الامور هي اللي ماشية ببطء شوية، فخليك متحمس وكل شيء، لكن ما تستعجلش، وادي لنفسك بعض الوقت يعني. فدي كانت قراءتكم يا برج العذراء، اتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.